بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس قسم الإحصاء الأسبق بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن الدكتور عبد الباري أحمد علي الهمداني بعد حياة زاخرة بالعطاء العلمي والأكاديمي. وعبر رئيس الوزراء عن تعازيه ومواساته القلبية لأشقاء الفقيد الشيخ محمد واللواء الركن علي والشيخ فضل ولنجلي عزيز وأمجد وأفراد الأسرة جميعا وآل الهمداني كافة وزملاء الفقيد في جامعتي عدن ولحج في هذا المصاب، وأشاد بالمسيرة الأكاديمية والعلمية للراحل ودوره الكبير والمميز تجاه الأجيال اليمنية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.